إذن على مدار سنوات يمنع الاحتلال الإسرائيلي عمليات الترميم في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، وحتى تلك التي من شأنها منع تسرب مياه الأمطار إلى داخل المصليات. نتابع. يعطل الاحتلال الإسرائيلي مشاريع ترميمية في المسجد الأقصى المبارك يزيد عددها على 23 مشروعاً، أهمها تجديد شبكة المياه والتي لم ترمم منذ احتلال القدس عام 67. لم يبقى شيء على حاله في المسجد الأقصى المبارك والمصلى القبلي، أحد مصليات المسجد، فتواصل اقتحامات قوات الاحتلال واستهدافها لمحتوياته أدى إلى تدمير كثير منه، فنوافذ مطعمة بالزجاج الملون حطمت بالكامل وأخرى بشكل جزئي، والثريات الأثرية التي يعود بعضها للعهد الأيوبي دمرت بفعل قنابل الصوت والغاز، ويمنع الاحتلال ترميمها. هناك عدة مشاريع يقوم الاحتلال بتعطيلها لدائرة الأوقاف الإسلامية ولجنة الإعمار في داخل المسجد الأقصى المبارك، وذلك منذ عدة سنوات، منها كحلة بلاط المسجد الأقصى المبارك كاملا من جميع ساحات المسجد الأقصى المبارك، خصوصا الحجارة التي بحاجة إلى تبديل والتي بحاجة إلى تثبيت، أيضا شبكة الإطفاء في داخل المسجد الأقصى المبارك، وهذه مهمة جدا. وفي حال سمح الاحتلال بترميم النوافذ المحطمة فستحتاج أكثر من 6 أشهر من العمل لإعادة تصنيعها، إذ تتم عملية التصنيع بالكامل داخل المسجد على يد خبراء وفنيين توضع أمامهم صورة النافذة الأصلية ويصنعون أخرى طبق الأصل عنها. قاموا بتكسير النوافذ الجصية الدائرية والمعشقة في المسجد، وعددها 30 شباك بين دائري جصي ومعشق أي مزخرف بالزجاج، أي نحن بمعدل نحتاج إلى بين 3 سنوات لـ4 سنوات عمل لإعادة الوضع كما كان. سجاد المصلى القبلي بالإضافة إلى مكبرات الصوت والسماعات كان لها نصيب أيضا من الدمار الذي خلفه الاحتلال في المسجد في الآونة الأخيرة. نهاية حجازي، المملكة، القدس المحتلة. ينضم إلينا المدير العام لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك عزام الخطيب من القدس. أهلا وسهلا بك معنا. يعني الأعمال الإسرائيلية على صعيد إيقاف الإصلاحات، إيقاف الترميمات في المسجد الأقصى متواصلة من الجانب الأردني، ما الذي يحاول الأردن أن يفعله فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ شكرا أخي الكريم. كما تفضل الإخوان بأن هناك أمور كثيرة قامت بها سلطات الاحتلال لتعطيل عمل دائرة الأوقاف ومديرية مشروعات الإعمار التابعة لها. أولا، ما حصل في الفترة الأخيرة من تكسير للشبابيك الزجاجية وتكسير بعض الأبواب وتكسير زجاج المنبر في داخل المسجد الأقصى المبارك، لكن نحن نعمل، يعني ما أنجزنا من مشاريع في الفترات السابقة لم تنجز منذ 100 عام، يعني يجب أن نضع الأمور في نصابها. نحن عملنا على مشاريع من 100 عام لم تنفذ في المجلس في المسجد الأقصى المبارك عهد جلالة الملك، وهي مشاريع كبيرة وعظيمة، ولكن هناك مشاريع كثيرة معطلة وكبيرة جدا للمسجد الأقصى المبارك، بمعنى أنه معطلة من قبل الاحتلال. هو هذا مسجد قديم يحتاج إلى ترميم متواصل، يعني هناك مشاريع كبيرة جدا سننفذها ولكن مكبلة أيدينا بعدم إدخال المواد وتعطيل الإسرائيلي. مثلا أقول مثلا باب الرحمة، باب الرحمة يحتاج إلى ترميم جذري من الداخل والخارج، الطريق اللي محيطة في باب الرحمة تحتاج إلى أيضا إلى ترميم جذري وقوي، ولكن دائرة الآثار الإسرائيلية للأسف تمنع دائرة الأوقاف من ممارسة عملها، ونحن أصلا لن نتعامل ولا يمكن أن نتعامل ولا نسمح لدائرة الآثار الإسرائيلية تتدخل في شؤوننا وفي شؤون الأوقاف الإسلامية. هناك مشروع البوائك على صحن قبة الصخرة، هذه البوائك
قديمة جدا وفعلا تحتاج إلى ترميم جذري، وهو مشروع كبير يكلف مئات آلاف الدولارات ونحن بحاجة إليه في الوقت الحاضر لنرممه. عندنا في الإدارة الخارجية لقبة الصخرة لم تستكمل بعد ومعطلة من قبل سلطات الاحتلال. هناك الرخام الداخلي في قبة الصخرة أيضا معطل، والرخام الخارجي أيضا معطل، والإنارة الداخلية معطلة، في وهذه مشاريع كلها معطلة من قبل سلطات الاحتلال. عندنا في المصلى المرواني عندنا 94 من الأعمدة في المصلى المرواني لغاية الآن ترفض إسرائيل إدخال لجنة من عمان من الجمعية العلمية الملكية لتضع النقاط على الحروف بالنسبة لترميم هذه الأعمدة، وهي ضرورية جدا في المصلى المرواني، ونحن نقوم بجهدنا وعملنا الآن في المصلى المرواني في الكحلة وفي غير ذلك. هناك 25 سماعة معطلة وهي لا نريد أن نركب جديد، ولكن استبدالها للأسف شرطة إسرائيل تمانع من إعادة وضع بدلها جداد. يعني بصراحة هذه كارثة ومعطلة أيضا بعضها من الاحتلال، ولكن للأسف الشديد لا يرغبوا في تغييرها، ولذلك هناك بعض الشكوى من المصلين المسلمين بالنسبة للصوت، ولا أحد يعذر دائرة الأوقاف في هذا الموضوع نتيجة التصرفات الإسرائيلية. هناك البلاط الأرضي يحتاج، هناك بنية تحتية كما قيل عن موضوع المياه، موضوع الكهرباء، موضوع الإطفاء، موضوع الإنذار، هذه أمور كثيرة تحتاج إلى عمل. هناك مولدات الكهرباء، هناك يعني لا يمكن أن تضع ثلاث مواد. يعني كل هذه المحاولات الإسرائيلية هي لفرض قانون سلطة الآثار الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك. كما قلت أخي الكريم لك، سلطة الآثار الإسرائيلية تحاول التدخل في كل عمل يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك. نحن كدائرة أوقاف نرفض التعامل وتطبيق قانون الآثار الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك. نحن عندنا خبراء في الإعمار، خبراء في الترميم، لهم سنوات طويلة قضوا أعمارهم يرمموا في المسجد الأقصى المبارك. نحن لا نحتاج إلى، وعندنا دائرة أثار وعندنا مسؤولين أثار ويطلعوا ويقرروا ما هو صالح للمسجد الأقصى المبارك. هناك أيضا أخي الكريم يعني أمور كثيرة، المسجد القبلي يحتاج القبة إلى تغيير الرصاص فيها، إلى تغيير حوالي 2000 متر من الرصاص في على سطح المصلى القبلي والمتحف وغير ذلك. لحتى الآن العمل متوقف. يعني ماذا أقول لك يعني في هذه الأعمال؟ إزالة الأتربة من الجهة الشرقية حتى نقوم بتبليط هذه المنطقة ممنوع. بقول لك هناك قرار من محكمة العدل العليا الإسرائيلية بعدم إخراج التراب من المسجد الأقصى المبارك. طب لماذا؟ شو العلاقة في محكمة عدل عليا أو غير محكمة عليا؟ أنا لا أعترف بأي قرار قضائي إسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، على 144 درهم وعلى كل ما يتعلق في هذا المسجد. هذا مسجد إسلامي. لكن الحمد لله كما أقول لك نفذنا مشاريع في المسجد الأقصى كبيرة جدا. الحمد لله رب العالمين، من يدخل إلى المسجد يرى تغيير جذري في المسجد، ولكن هناك مشاريع معطلة وكبيرة جدا. أخي الكريم لا تستطيع أن تزرع شجرة في المسجد الأقصى المبارك، تيجي الشرطة بتخلعها، يعني زيتونة محل زيتونة بتخلعها، لا يسمحوا لك به أنك تزرعها. ليش؟ بقول لك كما علمت يعني بعضهم يقول بأنه هذه ناحية دينية لا يسمحوا في هذا الموضوع، ولكن في بعض الأحيان يتم زراعة. أو هذه أمور صعبة ومعقدة في المسجد الأقصى المبارك. طب سيد عزام، إذا ما استمر هذا المنع الإسرائيلي لأعمال الترميم التي تنوي وزارة الأوقاف القيام بها، ما الذي سوف يحصل؟ يعني كيف؟ ما الذي سوف يحصل إذا ما استمرت عمليات المنع الإسرائيلية لعمليات الترميم؟ أخي الكريم يعني فعلا نحن نستعين، طبعا نحن مرجعية، نحن لأننا دولة ترعى هذه المقدسات، صاحب جلالة يرعى، صاحب وصاية يرعى هذه المقدسات. هناك ضغط من الحكومة الأردنية كبير جدا، ويحصل دائما تعطيل، ولكن في بعض الأحيان تعطل شهر شهرين ثلاثة، ولكن في الأخير نعود نستأنف العمل. يعني هناك
اتصالات دائما مع السفير، مع سعادة السفير في تل أبيب وفي وزارة الأوقاف والديوان الملكي وكل الجهات الحكومية وإطلاعهم على كل ما يجري في المسجد الأقصى المبارك. ولكن صحيح العمل ببطء في بعض الأحيان، ولكن نعمل والحمد لله رب العالمين. مهما تعطل الأمر لكن في النهاية نعمل. وأخي كريم، يعني وحدة خدمات في باب الغوالمي كلفت دائرة الأوقاف 3 مليون دولار، إغلاقها من عدة سنوات بعد ما انتهى العمل فيها، أليس هذا إجرام في حق الأوقاف الإسلامية؟ نعم. أليس هذا إجرام في أملاكها؟ نعم. هذا شيء مش معقول، يعني أنه في هذه الطريقة التسلط على المسجد الأقصى المبارك والتسلط على عمل مشاريع الإعمار في المسجد الأقصى المبارك. لكن كما قلت لك نحن نعمل، أقول لك أنه لا نعمل، لا فعلا نعمل رويدا رويدا نعمل. هناك ضغوطات تأتي من عمان ونعمل هناك، ولا نحسب بحساب المال على فكرة. يعني المال الحمد لله موفر لنا من عمان بشكل مشاريع يعني مفتوحة. بالنسبة لموضوع المالي المسجد الأقصى هو مفتوح، يعني الصندوق الهاشمي يدعم، الحكومة تدعم، وزارة الأوقاف تدعم، جلالة الملك يدعم. لذلك الحمد لله رب العالمين. مهما تعقدت الأمور لكن بإذن الله ستفرج قريبا بإذن الله رويدا رويدا، ونعمل في المسجد الأقصى المبارك بإذن الله. شكرا جزيلا يعني لك المديرة. تفضل. طموحاتنا كبيرة في المسجد الأقصى المبارك في هذه المشاريع، ونرجو الله أنه صاحب الوصاية الذي يرعى هذه المقدسات ويرعى المسجد الأقصى المبارك ويرعى كل المشاريع الإعمار سيبقى راضيا بإذن الله على ما نقوم به من إنجازات وما يتحقق من إنجازات في عهده الميمون بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك المدير العام لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك عزام الخطيب.